طلال عسيري. طلال ناحية علي فلاتي في وجود صافرة عاد علي فلاتي، مستوى ممتاز يقدمه هذا اللاعب. كرة ملعوبة، سلطان النمري، ريبرت، روبرت يحرز، روبرت يسجل الرابع، روبرت يسجل الثلاثية لصالحه، وهدف يسعد سليم خليلوفيتش، هدف في الدقيقة 39 بكرة ممرة داخل منطقة الجزاء لصالح فريق نادي الاتحاد أمام المرمى تماما، ويستلمها ويسجلها على يسار حارس المرمى هاني الناهض. هدف رابع للاتحاد، هدف يقرب الثلاث نقاط تماما من الاتحاد، هدف يقرب الاتحاد العيدية، بأن يكون هناك صدارة للاتحاد ليس بالهدف الرابع فقط ولكن بثلاث نقاط تحمل الاتحاد للنقطة 16 في ترتيب نقاط الدوري. هذه عاد الكرة، استلام ممتاز من روبرت دوسوزا، وكرة يضعها على يسار حارس المرمى هاني الناهض، والهدف الثالث لروبرت دوسوزا، الرابع للاتحاد في المباراة.